خزانة ميلاد عربية هي شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني وتمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. شركة عمرها 40 سنة، بدأنا في البحرين ثم توسعنا لعمان ثم الإمارات ومؤخرا لمصر. أستاذ توفيق، كلمنا أكتر عن الأنشطة المجتمعية اللي بتقدموها في مصر من شركتكم. إطلاق عملنا في مصر بيغير قواعد اللعبة في قطاع المدفوعات الإلكترونية. وجودنا في مصر هنا لتعزيز الشركات والتجار ودعم وتمكين التكنولوجيا المالية، بس كمان في نفس الوقت كشركة مقرها مصر علينا دور وعلينا مسؤولية بناخدها على محمل الجد تجاه مجتمعاتنا. بنرد الجميل لمجتمعاتنا، ودي حاجة معروفة عن AFS في كل الدول اللي تشتغل فيها، وهنا النهاردة السعداء ان احنا بنعمل ده من خلال AFS Egypt للمجتمع في مصر. اختيارنا البنك الطعام لأن هدفنا هو التعاون مع شريك قادر على إحداث فرق في حياة الناس اليومية على الأرض، وده شيء احنا لمسناه وشفناه من طريقة إدارة بنك الطعام من خلال الدراسات اللي بيعملوها للتأكد من إيصال الدعم للمستحقين. أنا والفريق سعداء جدا بوجودنا ومشاركتنا لبنك الطعام بشكل مباشر على الأرض لإيصال الدعم للمستحقين. وحضرتك عارف ان شهر رمضان شهر العطاء شهر الخير، وده وقت مناسب جدا لإطلاق الأنشطة المجتمعية. كنا ان احنا كمان نيجي على الأرض ونشارك ونتعامل بشكل مباشر في إيصال الدعم للمستحقين، ده أكيد إحساس رائع. وزي ما حضرتك عارف احنا أطلقنا أعمالنا مؤخرا في مصر، متحمسين جدا بالقيام بدورنا على مستوى إدارة الأعمال وعلى مستوى المسؤولية المجتمعية في مصر. حلو جدا، نتقابل دايما في الخير إن شاء الله. إن شاء الله، تشرفنا صراحة.